رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة وأخيرة من رمضان كريم. كنا معاكم طول الشهر الفضيل، حاولنا معاكم نطلع الخير اللي جوانا علشان يوصل لأهالينا في كل مكان في بلدنا، والحمد لله قدرنا نوصل الخير، قدرنا نوصل البسمة والفرحة، وغيرنا حياتهم للأفضل بفضل تبرعاتكم وبفضل كمان مشاركتكم معانا في مؤسسة باب جنة. قدرنا نغير حياة أهالينا، ودخلة العيد وفرحة العيد عايزينها تبقى فرحة كبيرة جدا في بلدنا ومع أهالينا. عايزين نخليهم يحسوا بالعيد، مش بس إن إحنا ننبسط في بيتنا ونفرح بالعيد، مش هنفرح إلا ما يكونوا هم فرحانين. إزاي ممكن نوصل لهم الخير في العيد ونخلي العيد فرحة فعلا في بيوتنا وبيوتهم؟ ده اللي هنعرفه من فضيلة الشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك وكل سنة وحضرتك. أيوة، ورمضان رمضان كريم، مر بسرعة. وعيد إيه؟ عيد سعيد إن شاء الله علينا بإذن الله. الله أكبر، نفرح بقى، نفرح الناس بقى. نفرح. الفرح شعيرة من شعائر الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كفاية نكد بقى وهم وغم بقى، فرحوا الناس، اجبروا خواطر الناس، يلا مع بعض الزمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وكبيرة. الحقيقة العيد فرحة زي ما حضرتك قلت، بس إحنا مش عايزين ننسى إن إحنا خرجنا من الشهر الفضيل ده بالخير. نعم. وعلشان أهالينا يفرحوا ويعيشوا الفرحة دي ويحسوا بالعيد، لازم إحنا برضو ما ننساهمش. نعم. نعمل إيه بقى عشان برضو نقدر نفرحهم في العيد؟ نديهم العيدية. ومال كل سنة حضرتك طيب. بص يا فندم، في عندنا في الأعياد شعائر اسمها شعيرة من أجل جبر الخاطر. في عيد الفطر ربنا يشرع لنا في الإسلام شعيرة عظيمة ومهمة اسمها زكاة الفطر، جبر لخواطر الناس في العيد، عيد الفطر. طب وعيد الأضحى سنى لنا شعيرة عظيمة كبيرة اسمها الأضحية. فالأضحية في عيد الأضحى إطعام للفقراء والناس وتفريح للناس. طب وزكاة الفطر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الهدف والغاية من زكاة الفطر ويقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سيدنا ابن عباس يقول: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خلاص احنا كده يعني لا نقول لرمضان وداعا، ولكن نقول ودادا، وإن شاء الله لا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء يا رمضان. وبقول لشهر رمضان بصراحة الزمنية ده، مش عارف هتوافقيني ولا لا، انت حسيت بالشهر بيجري بسرعة؟ طبعا ده مش بسرعة، ده بسرعة البرق. عايز أقول شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل في الرجوع والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا، وجئت بقابل في غير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أمنك تلقني في القبر بالي، فهذه سنة الدنيا دواما يبدد نورها بعد الكمال. طب نعمل إيه عشان نجبر بخاطر الناس؟ صدقة الإيه؟ زكاة الفطر أو صدقة الفطر. طب صدقة الفطر ده لمين يا جماعة؟ لمن يملك قوت يوم العيد وليلته. أترجمها بقى؟ طيب أنا بس عشان كمان نفهم مع حضرتك، هي يعني طبعا هل الرجل اللي بيدفعها ولا المرأة؟ ده أولا. طيب. ومين اللي يعني زي أقدر أقول ده بيملك قوت يومه؟ واحدة واحدة عليها بقى، يبقى هنبلور الأسئلة تاني. على من تخرج ولمن تعطى. أيوة. تمام؟ بالبلد بتاعنا، بالفلاح. مين يخرجها؟ ونديها لمين؟ ونديها لمين؟ بص يا سيدي، الرجل يخرجه عن نفسه وعن كل من يعول أو تلزمه نفقتهم. أطلعها عن نفسي وعن من أعول اللي بصرف وأنفق عليهم، زوجتي وأولادي واللي عايشين معايا، ولو في ابن منفصل عن والده ومتجوز أو بنت متجوزة، هي زوجها يطلع وهو يخرج عن نفسه، إلا إذا كان الأب قال لهم يا جماعة محدش يخرج، أنا اللي هقوم بإيه؟
يعني لو الأب قال كده يلتزم خلاص. خلاص هقوم بالدور وده رضا منه مش واجب عليه. كلام جميل. طيب شرطها إيه؟ من يخرجها مسلم. خدي بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القضية بقى في الفرق بين زكاة الفطر وأنواع الزكوات الأخرى، أن زكاة الفطر اسمها زكاة الأعيان، والزكاة العادية اسمها زكاة الأموال. لترجمها طيب يا ريت الأعيان اللي هو عنده ملك مثلا. لا استنيني بقى استنى صلى على الحبيب الصلاة والسلام. زكاة الأموال اللي هي شروطها في الأموال نفسها، النصاب والحول يحول ومش عارف تبلغ كام. إنما زكاة الأعيان على العين نفسه، على الإنسان، على البني آدم، زكاة الأجساد. زكاة الأجساد. زكاة الفطر بقى يا فندم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على، خدي بالك من دي قوي، فرضها على الرجل والمرأة والذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. يا ناس ياهو ركزوا معايا، زكاة الفطر دي ملهاش علاقة لا بغنى ولا فقر، طالما عندي أكل يكفيني يوم العيد يبقى أخرجها. وبالمناسبة ملهاش علاقة بالصيام، أصحاب الأمراض والأعذار اللي ما صاموش يخرجوا. طب الولد اللي لسه مولود يخرج. طب الراجل العجوز يخرج عنه أبوه بقى. بص يا فندم طالما حي يرزق أي نفس، أي بني آدم مسلم موجود في رمضان ودخل عليه ليلة العيد يبقى يخرج، سواء يخرج عن نفسه أو غيره. إيه يخرج عنه والمسؤول عنه زي الأب أو لو رب الأسرة. إلى أصعب من كده عجبني سيدنا عثمان بن عفان الحي التقي الخفي النقي رضي الله عنه. سيدنا عثمان أنت عارف عمل إيه فندم؟ نعم. كان يخرج زكاة الفطر عن، هتتفاجئ، عن الجنين في بطن أمه. إن أي حد موجود نفسه شغال روحه في جسمه عليه زكاة الفطر. صام أو لم يصم، كبير صغير، بلغ ما بلغش، راجل ست بنت شاب، الكل يخرج. أيوه طالما عنده قوت يومه. سيدنا النبي قال أما الأغنياء فسيخلف عليهم الله، وأما الفقراء فسيرد عليهم أكثر مما أخرجوا. وصلت إبقى عرفنا مين يخرجها صح يا فندم كده؟ تمام. لمن تعطى بقى؟ للفقراء واليتامى والمساكين والمحتاجين. طب فضلت الشيخ إزاي أعرف مين المستحق لزكاة الفطر؟ أوصلها إزاي ليه؟ تمام. بص يا فندم كل قرش مع الإنسان هيسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته منين ووديته فين وأنفقته في صرفته فين. إما زكاة الفطر أخرجها أنا بإيدي وبنفسي، وإما أعطيها لمن أوكله عني في إيصالها إلى مستحقيها. يكون عارف أكتر من الناس. اللي بتعمله مؤسسة باب جنة. تمام. لا سيما في هذه الأيام المباركة الطيبة، لأن مؤسسة باب جنة بتصل إلى ناس في أماكن بعيدة ونائية جدا ما نقدرش إحنا كأشخاص أو فرادة نوصل ليهم أبدا. فهم عندهم قاعدة بحث عريضة جدا، عندهم فرق بحث على أحدث مستوى بيبحثهم عن الأسر الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً. وطبعاً الأرقام التليفونات موجودة الآن أمامكم على الشاشة، فحضرتك تواصل من خلال التليفونات اللي موجودة وهم هيردوا على حضرتك ويتواصلوا معاك ويوجهوا صدقاتك. ومش في رمضان بس على فكرة يا أستاذ، ده على مدار العام. أيوة. ومش زكاة الفطر بس، في كل الزكوات والصدقات سواء كانت مادياً أو عينياً، ملابس، طعام، علاج، جهاز، أموال، تجارة، أي شيء. بس إحنا بنركز النهاردة أو في الأيام دي على زكاة الفطر، لأن لازم زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، ولازم نفرح أهالينا. أيوة. ولازم اللي هم يعني أكيد كانوا عايشين يعني مثلا عندهم حزن، متضايقين، شايلين هم الحاجة اللي عندهم. طب هنعرف نفرح أولادهم، كل ده مهم جدا ان احنا ندخل الفرح لقلوبهم. ويجوز ان انا اخرج زكاة الفطر من الان. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقدم زكاة الفطر على العيد بيوم ويومين وثلاثة. اقدمها لان انا مش هجي له ليلة العيد ادي له فلوس، المحلات قفلت، ما انا مش عارف. وزي مؤسسة باب جنة هتلحق ازاي تاخد منك وتوصل؟ اتصل دلوقتي عشان سرع. نقدر من خلال مؤسسة باب جنة نوصل للمستحقين، اذا كان هيشتري لاولاده ملابس، اذا كان هيشتري اكل في يوم العيد. لان انتوا عارفين يا فندم، حضرتك عارفه ان المحلات بتقفل والدنيا فما تزنقنيش بقى. ايوه. طيب بعد الفاصل نرجع نتكلم تاني عن فرحه العيد ازاي ندخلها قلوبنا. العيد فرح. العيد فرحه بعد الفاصل. فاصل وانا اودي لك.
رمضان كريم. رمضان كريم. رجعنا لكم بعد الفاصل فضلت الشيخ أحمد الصباغ اللي بنتكلم عن الفرحة وإدخالها للقلوب والبيوت. وما أحلى أن الفرحة تكون بقى مش لشخص واحد، لقرية، لبيت، لأماكن كتيرة في بلدنا محتاجين يفرحوا بنقطة مية نظيفة، ببق مية نظيف أو كوباية مية نظيفة. خلينا النهاردة نستغل لأنه خلاص آخر يوم في شهر رمضان الكريم ونخرج بقى الخير اللي جوانا. حضرتك طيب وبصحة وسلامة. بس يا فندم زي ممكن نعمل ده ونفرح الناس دي كلها؟ أي حاجة في الدنيا تقسميها مع الغير بتقل. أي حاجة في الدنيا تقسميها إيه؟ بالمنطق تقل. اه الا حاجتين اتنين تقسميهم يزيدوا، الفرحه والمال. والمال سيدنا المال، امال ايه بقى دي المفاجاه بقى. واحنا في الاعياد المباركه دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول ثلاثه اقسم على الله بهن، منهم ما نقص مال من صدقه. والزكاه اسمها زكاه اللي فيها نماء. طب والفرحه والسعاده، كل ما فرح غيري فرحتي تزيد. الله. كل ما أسعد غيري سعادتي تزيد. حتى سألونا زمان وقالوا من أسعد الناس، أكثر الناس سعادة؟ قال لك أسعد الناس من أسعد الناس. كل ما تسعد الناس يقوم ربنا يزيدك سعادة، يفرح الناس ربنا يزيدك فرح. وطبعا كل ما تبقى الفرحة جماعية تبقى أفضل، زي ما حضرتك فضلت كده في محطات التحلية. إحنا دلوقتي بدأنا في مؤسسات باب جنة نطور من أنفسنا ببركة ربنا أولا، ثم تبرعات حضراتكم ووقوف حضراتكم بجنبينا صراحة يعني. فبدأنا ننتقل بقى من موضوع الآبار إلى أن احنا ننشئ حاجة اسمها محطات تحلية. إيه محطات تحلية يا فندم؟ أيوة. عبارة عن فلترة المية اللي خارجة من تحت دي. طبعا علشان جغرافيا المكان بتلزمنا بده. احيانا بتبقى الميه طالعه غير صالحه للاستخدام او الاستعمال الادمي. ايوه. فانت ما تسقنيش وتموتني، ما تسقنيش وتجيب لي فشل كلوي، يبقى لا مش عايز ميتك يا سيدي. لا احنا بنطلع الميه ونفلترها عشان من باب الاتقان ومن باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومش عايز فرحه رمضان او فرحه العيد تقف وتتقطع، لا 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 لا، خير العباده ادومها وان قل. ستين عائشة رضي الله عنها تقول كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. يعني ايه ديمة؟ مستمر. يعني مستمر. الله يفتح. طيب. مش رمضان خلص الخير خلص، مش العيد خلص الفرحة خلصت، لا يا فندم. مستمر. فرحة مستمرة والخير مستمر، القرآن موجود، المساجد مفتوحة، الفقراء موجودين، مؤسسة باب جنة معاكم طول العام، بس انتوا اشتغلوا. فضلت الشيخ تعالى نشوف تقرير ونرجع نعلق عليه. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منطقة ربعة الجبل مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية. وصلنا هنا بعد ما يعني شفنا مشقة وتعب شديد جدا. فوجئت هنا ان احنا لما وصلنا المنطقة ديت لقيت ان منسوب ارتفاعها عالي جدا عن اللي حواليها، فهم مش قادرين يوصلوا لها مية عادية عن طريق المواسير. الناس الطيبين حوالي 200-300 بيت هنا بيروحوا يا عيني يجيبوا مية من أماكن بعيدة جدا جدا، محتاجين بير مية، فقلنا نعمل بير المية. ففوجئنا إن المية اللي خرجت غير صالحة للاستعمال الآدمي، فقلنا محتاجين محطة مية. فجينا للأرض دي عايزين نعمل فيها هنا بير مية وفي نفس الوقت نعمل محطة تحلية للمية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقي الماء، والجماعة اللي بيسقوا مية للناس هم أهل اليمين يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. فأنا أدعوكم من خلال مؤسسة باب جنة، عايزين نعمل على الأرض اللي احنا فيها دي دلوقتي محطة مية، وقبل المحطة لازم نعمل بير. التكلفة عالية جدا جدا جدا، ولكن إن شاء الله الثقة في الله أولا، ثم ببركة حضراتكم بتبرعات حضراتكم وبوعدكم لما نعمل المحطة هنا ونعمل البير نيجي نصور إن شاء الله على أرض الواقع. يا من تريد أن يشفي الله مريضك، ويا من تريد أن تهدي لوالدك ووالدتك بعد الموت هدية في قبورهما، شارك معنا في إنشاء هذه المحطة
وفي إنشاء هذا البير، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، ودايما صلى على الحبيب، قلبك يطيب. سلام عليكم. زي ما شفنا فضيلة الشيخ، الأرض اللي هتتبني عليها محطة التحلية، وإن شاء الله النهاردة بإذن الله نكون سبب إنها تتبني ونفرح أهالينا اللي موجودين في المكان. نعمل إيه علشان نساعدهم، ونعمل إيه علشان المحطة دي إن شاء الله تحلي المية ويشربوا كوب مية نظيف؟ زي ما حضرتك كنا مع بعض طوال الشهر عمالين ننوه إن إحنا جماعة ناس اتبرعوا في محافظة الإسماعيلية في المكان اللي إحنا شفناه ده بحتة الأرض دي، جزاهم الله خير. فاضل بقى أو اللي باقي إن إحنا إيه نبني عليها محطة تحلية. وعلى فكرة أنا روحت وشفت وبنفسي حاجة جميلة جدا، فأنا نوينا أكتر من مرة، لكن إحنا عايزين النهاردة نخلص القصة دي، عايزين نشوف غيرها بقى. حبايبنا الغاليين كل سنة طيبين، عايزين نشوف غيرها، مش تنينا طول الشهر نقول المحطة عايزين المحطة تبقى 2 و10 و20 ببركة حضراتكم، وتيجوا تشوفوا معانا وإن شاء الله بنوعة حضراتكم لما دي تبني ونخلص منها ببركتكم. هنعرض إن شاء الله في تقاريرنا وفي حلقاتنا من خلال مؤسسة باب جنة الحاجة اللي تمت على أرض الواقع بإذن الله تعالى إن شاء الله. وإن شاء الله أنا عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى إن هي النهاردة حضراتكم تتصلم والموضوع ده يخلص بإذن الله ببركة ربنا سبحانه وتعالى. هو ممكن حد يقول محطة تحلية أنا أقدر أعمل لوحدي محطة تحلية؟ ما هو اللي هنقوله يا فندم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كانوا زمان بيقولوا لنا الأمثال الجميلة، النوايا تسند الزير. عارفة الزير اللي هو إيه؟ البتاع الكبير ده اللي بيحطه في مية. ايه النوايا البتاع بتاعت البلحة؟ ايه الموضوع في المثل ده؟ بيحطوه تحتيه. يعني ممكن الجنيه بتاعك ده هو اللي يبقى ال- 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 الكمالة او التمام للمحطة دي، والجنيه بتاعك عند ربنا ممكن يبقى احسن من 1,000,000 جنيه. قال صلى الله عليه وسلم سبق صاحب الدرهم صاحب 100,000 درهم. ده مش تقليل من جهود الناس الاهل الثراء والغنى، لا، ده تشجيع للناس المقلين اللي على قد حالهم. فانت تبرع ولو بالقليل وساهم في محطة التحلية ولو بالقليل. والحقيقة أنه كمان بنشوف ناس عائلات، نعم، بيكونوا مع بعض، بيعملوا جروبات. أيوة كلام جميل، مجموعة يجمعوا أسر فلوس وطلبة ومثلا خريجين وجروب العائلة ودفعات وكلام حقيقي جميل. ويقدروا يكونوا، وفي منهم اللي بيعملوا صداقات جارية، نعم، لحد عزيز عليهم وفقدهم. دي بقى من أعظم الصداقات الجارية للأحياء وللأموات. يلي عندك عزيز عليك سبقك إلى الدار الآخرة، أب أو أم أو أخ أو حبيب أو صديق عايز تفرحه في العيد، يلا اتصل وقول أنا هقوم بالموضوع ده أو على قد ما تقدر. والله العظيم هي دي الفرحة الحقيقية، عشان مش إحنا نفرح في الدنيا بس، لا، عايزين نفرح أمواتنا كمان في قبورهم، وإن شاء الله يرتقوا بهذا العمل إلى الجنة بإذن الله. بتخيل كده مع حضرتك فضلت الشيخ ست البيت اللي بتطبخ، وهي الحنفية كده بتفتحها وتنزل، نعم، مية تطبخ بيها، نعم، مية نظيفة لولادها. مش ست واحدة، ده بيوت كتيرة، أسر كتيرة. طب اللي بتطبخ واللي بتغسل واللي بتوضع واخد بالك واللي بيشرب، حيوان، إنسان، نبات، يا فندم المياه حياة، وكانت حياتهم فيها معاناة قبل، نعم، كده، نعم. فدلوقتي اللي بيشوفنا برضو عايزين نقوله أن أنت لو عملت العمل ده أكيد بتدخل الطمأنينة والسكينة والهدوء وراحة البال، صح، وأكيد لي ثواب كبير. احنا كنا يا فندم لما كنا بنشوف الحاجات ديت الوصلات والأبيار والكلام ده كنا نلاقي الناس بتزغرط، حضرتك كنت معانا وشفتي وفرحة واللي يسقف وحاجة جميلة. فبالك بقى لما نعمل له محطة تحلية، عندنا في بيوتنا ما بنشربش غير ماء فلترة أو ماء معدنية، هم مش أقل مننا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دي الآية دي هي المنهج معانا في مؤسسة باب جنة إن شاء الله تعالى. والصحة، احنا قد ايه مهتمين جدا انه يكون معانا فريق بحثي في مؤسسة باب جنة يقول لنا هنعمل فين في اي مكان وازاي هتبقى المكان اللي المنطقة المناسبة والمكان المناسب والأسر والقرى الأشد احتياجا والأكثر فقرا. وده بيحصل ازاي فضيلة الشيخ؟ يعني عايزين نتكلم اكتر عن الثقة اللي بين المتبرع باب جنة. بياخد جهد رهيب جدا على فكرة موضوع البحث ده، ان يشوفوا حتة ارض المتبرع يتبرع بيها او من خلال اهل الخير مؤسسة باب جنة بتشتريها عزكم الله، وبعد كده بتحفر، وبعد كده محطات، وبعد كده عدد وآلات، وبعد كده شركات بتيجي تصمم. الموضوع مكلف جدا، خلي بالك جدا. فساهم معانا ولو بالقليل. ما تعرفيش بقى الفرحة ان احيانا كنا نروح اماكن الناس يقولوا ايه، انتوا وصلتونا ازاي، عرفتونا منين، جيتونا منين. وما شاء الله مؤسسة باب جنة ليها مكاتب وقواعد ولها اماكن ارتكاز في كل محافظات مصر، وان شاء الله هتبقى ازيد وازيد.
والخير قادم، ودي ثقتي في رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما ان شاء الله في الفرح يعني في الفرح اللي جاي والسعاده طول السنه الناس يجوا المتبرعين يشاركونا الفرحه ويشاركونا السعاده بتاعت الناس دي القرى دي. او اخر يوم رمضان ممكن حد يقول يعني انا طول الشهر غفلان، ممكن يستيقظ دلوقتي يعني يصحى ضميره او يا فندم يقول لا انا هعمل خير الحق. خليها بالبلدي، اخر عربيه في القطر العاديه، مش القطر كده المترو مثلا، مترو الانفاق او القطر بيبقى كذا ايه كذا عربيه كده مقطوره كده صح، فبيبقى القطر وهو ماشي كده بهدوء بيتحرك كده من على الرصيف اهو رمضان يتحرك الان، وبعدين انت واقف فاتت العربيه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه اللي جاي اخر عربيه، لو ما ركبتش فاتك القطر، لو ما ركبتش النهارده معانا وانطلقت في عمل الخير فاتك رمضان، خسرت كتير في رمضان. اي نعم الصيام تمام بس خسرت، لان اعظم الصدقه صدقه في رمضان، وخلاص رمضان بيلملم اوراقه ويودعنا. فزي ما بيقولوا كده خلي ختامها مسك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتيم. وطبعا ان شاء الله النهارده اخر يوم بنشوف فيه اهالينا اللي فعلا محتاجين يفرحوا اخر يوم في رمضان، لازم نفرحهم بكره في العيد. ندخل السرور والفرحه في البيوت ديت، محتاجين ده يا فضيله الشيخ، وده اكيد ليه انعكاس علينا احنا كمان. وبص يا فندم كمان الاسر اللي بنشوفها احنا دلوقتي موجوده على الشاشه الان، والناس ديت الناس دول فقراء ومساكين وطيبين، واجبهم علينا ومتعلقين في رقبتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هنسال عنهم شئنا ام ابينا، دول في رقبتنا، لان ارضاء الفقير شرط في تمام ايمان الغني. هقول لكم كلمه اخيره وجمله خاتمه، الناس الغلابه قدامكم، الناس الفقراء قدامكم، وبكره العيد كل سنه طيبين، هتعيدهم، عايزين الناس دي تعيد وتفرح بس. وده مهم جدا ان احنا نخليهم، احنا مش هنفرح الا بيهم. والحقيقه العيد فرحه والاطفال الصغيره اللي موجودين الحقيقية. اللي موجودين معاهم في وسط العيله دي اولادنا. لازم نفرحهم ان شاء الله، ندخل السعاده لقلوبهم وتكون بدايه خير لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وكل سنه والناس الطيبين كلهم وبالخير، وربنا يعيد علينا الايام بخير. وان شاء الله مؤسسه باب جنه متواصله مع حضراتكم طوال العام، ان شاء الله الخير لا ينقطع. تبرعك اليسير هيفرح ناس كتير، كل سنة طيبين والعيد فرحة وعيد سعيد، أسعدوا الناس عشان ربنا يسعدكم، كل سنة طيبين. فضلت الشيخ أحمد الصباغ كل سنة وحضرتك طيب، شكرا ليك، كنت معنا طول الشهر الكريم إن شاء الله. الحمد لله، ورمضان مستمرين بعد رمضان إن شاء الله. طول ما فينا خير بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، طول ما فينا نفس مش هنترك الخير ولا أهل الخير إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. كل سنة وأنتم كلكم طيبين، كنا معاكم طول الشهر الفضيل، خرجنا الخير اللي جوانا اللي وصلناه لغيرنا، الحمد لله فرحوا بالخير اللي احنا قدرنا نوصله لهم. كل سنة وأنتم طيبين، ونختم بتكبيرات العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. يا خالق الكون بقدرتك تجلى اسمك في كل مكان، يلي أقسمت بعزتك إنك صاحب الملكوت والوقت والزمان، هلهل رحمتك في السماء أنوار، خير الشهر رمضان، افتح بيبان جنتك لكل صايم قايم، لأهل الخير افتح خزاين جنتك بالعفو والمغفرة، افتح بيبان جنتك لصاحب الإحسان، ارزقنا شفاعة رسولك في حضرتك، شفع فينا
صيامنا والقرآن. يا رب املا قلوبنا بحب الخير واكبر خاطرنا ببركة نور.